يمكننا الشعور بأن عالمنا يتغير كل يوم في نفس الوقت. العديد من العوامل تؤثر عليه وبالتالي علينا بكل ما يتضمنه عالمنا من تكنولوجيات وبيئة وحتى ظروفنا الاجتماعية. معا بقيادة خبرائنا توصلنا إلى رؤية عما قد يحمله لنا المستقبل، وبهذا ظهرت الخدمات اللوجستية 2050. انضموا إلينا في رحلتنا إلى سنة 2050 لنعرف ما الذي ستكون عليه الحياة اليومية في تلك السنة. لنكون جاهزين للمستقبل يجب أن نجد بدائل للحاضر، فلنوسع مخيلتنا ولننظر للأمام. السيناريو الأول: انهيار اقتصادي. العالم الأكثر سرعة. 2050 ببساطة منظر يحبس الأنفاس. أكثر من 9 ملايير نسمة تسارع لإيجاد الحلول للتغيرات الجوية. النمو المتسارع للتجارة العالمية يحدد سرعة العمل والاقتصاد. وسائل النقل السريعة تدعم العالم بمزايا أكثر، ولكن حرارة الأرض تتزايد والحرب على الموارد والمدعمات أصبحت أسوأ. فهل هناك بدائل؟ السيناريو الثاني: كفاءة عالية جدا. سيناريو آخر أشارت له تقارير خبرائنا قد يكون عليه عالمنا عام 2050، حيث من الممكن أن نعيش حقبة خضراء طويلة من التفكير والفعل المستدام، تحضر وتمدن أكبر، بنايات أكثر تطورا وقدرة، ولكن الكثير من الأراضي سوف تتلف. وبفضل التفكير المتحضر وطاقة المستدامة النقل سيكون أفضل وأسرع للإنسان والبضائع. العالم قد أعاد خلق نفسه، سوف نتمتع بتفاعل لا محدود وتعاون شامل، ولكن هل يمكن للأشياء أن تأخذ منحا مختلفا؟ السيناريو الثالث: نمط الحياة المخصص. سيكون هذا العالم مصمما من طرف السكان، حيث أن المستهلكين سيكونون هم المنتجين وسائل جديدة للتصنيع، وسوف تخلق ثورة في العالم، مما يستدعي حاجة أكبر لإعادة التدوير. ببساطة سيكون عالما متميزا بالتنوع. السيناريو الرابع: سياسة الحماية الاقتصادية. عالم معزول، حدود جديدة، حرب حول الموارد الطاقوية، عداوة بين الدول، واقتصاد منهار. فهل سيعيدنا المستقبل إلى الماضي؟ السيناريو الخامس: مرونة عامة وتكيف محلي. 2050 عالم جديد، حيث تكون فيه الاستجابة للطوارئ أسرع، وحلول أحسن لمشاكل الناس، وتكيف أحسن مع التغيرات. العالم قد أصبح مرنا. سيناريوهات برؤى مختلفة، ودعونا نشكل عالمنا طبقا للقرارات التي نتخذها الآن. فلننتبه ولنحذر.